Ja minä ajattelin, että vasta sanoin, että kerta mä oon sun mies. بعد انتظار دام 5 أشهر ستلتقي أم فادي بفادي. هذه المرة لن تقف في المطار لتقبله وتستقبله هو الذي اعتاد أن يزورها في عيد الميلاد، بل ستقف فوق نعشه لوداع أخير. يا حبيب قلبي اللي 5 أشهر عم بغني لك يا طير الطير، قل له حق الفرقة اشتقت له، قل له بحبه قلبي وقلبه مضيع عن دربي، دخلك عن دربي وحدا دله عن دربي، دخلكم شو جايبين لي اياه؟ طيب ميت مشقف صحيح كذب ما بعرف. هكذا بدا المشهد في منزل عائلة فادي رستم في ساحل علمة قبل توجهها إلى مطار بيروت لاستقبال جثمانه، كما جثمين 18 لبنانياً قضوا معه على متن الطائرة الجزائرية. حبوا كثير بعروا معنا وراح يدلوا معنا. عائلة رستم تشكك وتطرح العديد من الأسئلة حول الحادث، وتقول إنها تنتظر الأجوبة التي قد تكشف عن حقيقة ما جرى في 24 تموز. وكما في ساحل العلمة، كانت عائلة رندا ظاهر تتحضر في حريص الجنوبية للقاء رندا وأولادها 3. كنت جاي معهم أنا على نفس الرحلة وقاطع التذكرة وجاي معهم، لكن جد علي شغل وانطلب مني أني أبقى هونيك. رجعت أخرت سفري، كان أنا لاحقهم ب9 الشهر، هني كانوا جايين ب24. شو بدي أجر؟ شو بدي أقول؟ الله يرحمه. كان قدر فايز أن يبقى وحيدا. رندا وصالح وعلي وشيماء غادروا باكرا ولم يبقى إلا صورهم لنتذكرهم. حجي سمي لي يوم، معليش.